وبركاته اخوتي. يوم 1 في شهر 7 2022، هذا الفيديو كما كتلاحظوا الان مباشره من سبته. اخوتي كيف يعقل ان تخليوا الناس كيتقرملوا في هذه الشمس مع الوليدات الصغار؟ لا مراحد لا مرافق، لا فين يجلسوا الناس يتضرقوا على الشمس. والله لا حشومه، عيب وعار، عيب وعار هذا الشيء اللي كيوقع للجاليه، عيب وعار انكم توصلوا الجاليه لهذا الموصل هذا. جيوا لبلادكم، مرحبا بكم لبلادكم. فين غنجيو؟ فين نجيو نتقرملوا في الشمس؟ تجيو تخليونا في هذا الباركين هذا اللي فارغ، وتخليو عباد الله كتقرمل بالشمس مع وليداتها؟ والله الا حشومه. بارطاجيو اخوتي باش يوصل هذا الفيديو هذا للجهات المعنيه حتى يتدخلوا شي تدخل سريع. بارك الله فيكم، راح حشومة. خوتي المغاربه، مرحبا بكم معنا في الفيديو ديال اليوم مباشره مع فيصل المدرب بقناه فيصل برشلونه. اليوم غادي نتقاسم معكم جوج ديال المواضيع جد مهمه. تحت طلب الجاليه المغربيه مقيمه بجميع دول العالم اللي هما معايا في التليجرام بطبيعه الحال، وكنشكر الاخت ديال الفرنسيه اللي صورت لنا هذا الفيديو هذا، وغنوري لكم حصريا كذلك شنو حاصل وشنو هي الكوارث اللي واقعه بنقطه العبور الا وهي سبته المحتله. وغادي نخليو بعض الميساجات بطبيعه الحال الحكومه المغربيه. الموضوع الثاني متعلق بان المغرب دخل في حاله الطوارئ، على ان هناك نقص الخطر سوف يدق جميع البيوت المغربيه. ونقول لكم بطبيعه الحال لانه موضوع جد مهم وخاصه نتقاسموا جميع من اجل الحيطه والحذر. هذه المواضيع الخوز ما تنساوناش بطبيعه الحال، شويه ديال اللايكات جزاكم الله خيرا باش ان الفيديو يوصل اكبر عدد من المشاهدين ويدخل جميع البيوت المغربيه. فلهذا نبداو على بركه الله، وخير الكلام ما قل ودل. كما شفتوا معايا بدايه الفيديو على ان الاخوان ولاو تيصوروا لنا من نقطه العبور السبته المحتله، وعلى ان الناس مزوطه بالسيارات ديالها مع وليداتها تحت الشمس بطبيعه الحال، بلا دراكات بلا مراحيض بلا ريستورات، ما عندهم ما يمشيو حتى قرعه ديال الماء. كما كتشوف معايا هذا الفيديو هذا، وهاد الاخت هادي هبطات من فرنسا، من فرنسا وما فيهش الصوص بطبيعه الحال، وصورت جميع الاحداث بطبيعه الحال. وكما شفتي الفيديو بدايه الفيديو على ان الناس كتعاني، وهنا كنطرح السؤال، من المسؤول عن كل هذا؟ شكون هو المسؤول على هذا الشيء كامل؟ وربما تقول لي كامل ان المغرب هو المسؤول، هو كذا هو كذا وكذا. خاصكم تعرفوا واحد الحاجه ايها المشاهدين الكرام، على انكم في السبته المحتله، مساله المراحيض، الريستورات، طواليطات حاشاكم، ما عندكم منين تمشيو تقرعوا الماء، هذه المسؤوليه هذه كترجع هذوك الناس اسبان اللي هما في السبته المحتله. المسؤوليه ديالهم على انهم خصهم يبنيو المراحيض، على انهم يديروا لكم الريستورات، على انهم يديروا لكم منين تشربوا تقرعه ديال الماء، هذه المسؤوليه ديالهم. المساله ديال الدراكات كذلك المسؤوليه ديالهم، هذه من جهه. من جهه اخرى تقول لي المسؤوليه لا ديال المغاربه كيتعطلوا بزاف كذا وكذا. خاصكم تعرفوا كذلك واحد الحاجه جد مهمه، حنا عارفين على ان كل شيء مشتاق باش انه يدخل ارض الوطن، نتفق معك، ولكن شويه ديال الصبر. عادي كتعطلوا 12 ساعه، متفق معكم ديال كذا. تقول لي ديال واحد كيتبع الباسبورات ولا جوج الناس قلال، عارفين كذلك، ولكن خاصكم تعرفوا الكم الهائل اللي شاد دابا الباطوات والباخيرات باش انهم توصل سبته ومليليه. علاش؟ كلشي تابع الرخاء. حنا عارفين دابا على ان سبته ومليليه ونقطه العبور من الجزيره الخضراء او الخزيرات كلهم كيهبطوا لسبته ومليليه. علاش؟ لاقاش الثمن رخيص وعند رخصو كتخلي نصو. هما تيقولوا لكم على ان كلشي غلا بطبيعه الحال، بما ان هناك الحرب بين روسيا واوكرانيا، والمازوت طلع وليسانس طلع وكاع اللي متعلق بالنفط كله طلع. ولكن خاصكم تردوا البال، الناس اللي عاد عواله تهبط شنو غادي شنو تلقاو سبته ومليليه؟ غتبقاو تقرملوا وتشمشوا مع راساتكم لحقاش الناس مازال كتعاني. هذه اول حاجه. حنا عارفين دابا الدرك الكبير على هاد جوج النقط ديال العبور، ومازال الناس غتهبط ومازال تعاني ومازال تعاني وتشمشوا وتقرملوا تحت الشمس ومازال ما تلقاوش قرعه الماء. المساله ديال الطواليت كما تكون مسؤوليه ديال اسبانيا، لانكم دير لكم متاجر لبيع المواد الغذائيه او القرع ديال الماء والدراكات وهكذا دواليك. مساله ديال ان البوليس كاين واحد ولا جوج لحد الساعه ما انا ما شفت والو، الناس كتعاود لا اقل ولا اكثر. هذا موضوع وسليناه، يعني الناس اللي عاد عواله تهبط زيدوا شويه في الثمن
ودخلوا عند داك طنجه. علاش هادشي ما كيتشكاوش في طنجه؟ في طنجه علاش الناس ولا نقطه الخزينات في طنجه علاش الناس ما كتشكاش؟ علاش الناس ما كتسناش بزاف؟ وشحال ما تقول واش هذه عمليه مرحبا؟ واش انت مقطع الخزي السبته مريليا وبغيتي تلقاوكم تما كاين بالماء وعمليه مرحبا؟ لا، عمليه مرحبا المغرب معترف بها من الخزينات طنجه، لا قل ولا اكثر. حنا كنا كنتبعوا الرخا ودزنا على نقطه العبور السبته مريليا، كنتحملوا العواقب لحقاش ربما البلاصه في تيمباركو فيها الطوموبيلات صغيره بطبيعه الحال، ومازال الدرك عليهم كثير كذلك. فلهذا شكون اللي مستفد هنا؟ اسبانيا اللي مستفده ماشي المغرب، اسبانيا اللي مستفده. انا ما جيتش ندافع على حتى شي واحد، انا جيت نعاود لك الواقع بطبيعه الحال. تقبلوا تبارك الله، ما بغيتش تقبلوا تبارك الله، ما على الرسول الى البلاء. الناس اولا تهبط خاصها تعرف راسها شنو غادي تلقى في السبته مريليا، لا اقل ولا اكثر، غتلقاو داك الشيء. فلهذا بدلوا الوجهه ديالكم، اهبطوا لطنجه مع راساتكم ودخلوا على طنجه، الناس ما كتعطلش نهائيا والناس كتوصل بخير وعلى خير. هذا من جهه. من جهه اخرى الموضوع الثاني اللي كيهمنا جميع، المغرب يدخل حاله الطوارئ ونقص الخطر يدق جميع البيوت المغربيه. أتقول لي شنو هو الموضوع؟ هو هذا كما كتشوف معايا، حاله الطوارئ المائيه، قله الماء، قله الماء. والطامة الكبرى على ان كاع المهاجرين المغاربه غادي يهبطوا دابا للبلاد وغيدوزوا لي فاكونس بطبيعه الحال، ما بغيناوش يعانيوا المساله ديال انقطاع الماء. لحقاش اذا لاحظتوا معايا فاش يكون الجفاف او قله الماء، تيبقاو يقطعوا عليكم الماء، تيبقى خويا نطلقوا لكم الماء جوج مرات في النهار ولا مره في النهار. وها هو تيقولوا هنا ان الرباط اطلقت وزاره التجهيز والماء حمله لتوعيه مختلف المواطنين بضروره الحد من تبديل المياه، وذلك نظرا لوضعيه الاجهاد المائي الذي تواجهه المملكه وبناء على قرارات الحكومه المغربيه. يعني الحكومه المغربيه كتقول لكم ما تبقاوش تبدلوا الماء، حافظوا على الماء، وما احنا عزيز علينا نتكرسوا بالماء ونبقاو نترشوا بالماء، حافظوا على الماء. لحقاش باش ما تعانيوش ديك المساله على اننا نطلقوا لكم الماء مره في النهار. وهذا الشيء وقع ماشي مره ماشي جوج، وفاش كنت انا في مكناس وعندي النادي ديالي ديال الرياضه يعني ديال السبور، كانوا كيلقوا لنا الماء مره في النهار. شنو درنا ديك الساعه؟ هنا كانوا الصين الخوتي المغاربه على انهم على الاقل يوجدوا ذوك البواده ويديروهم في السطح مع راساتهم ويديروا السكور باش لا تقطع الماء، يلقى الانسان ما يشرب ويلقى الانسان باش يدوش. وانتم عارفين مع الحراره هذه الا تقطع لك الماء راه الانسان تيعرق بزاف، خاصو يدوش جوج مرات في النهار، تيمشي للبحر يجي للدار خاصو يدوش، وهكذا دواليك. الصيف كنستعملوا الماء بزاف بطبيعه الحال. قالت لكم واوضحت الوزاره في بلاغ لها ان المغرب في حاله طوارئ مائيه، اذ في الوقت الذي تتناقض فيه الموارد المائيه يعرف منحنى استهلاك المياه بين المستخدمين اليوم ان ندعو الى التوقف عن ممارسه اي شكل من اشكال تبديل المياه حفاظا على الموارد الحاليه ومن اجل ضمان التوزيع العادل للمياه لفائده الجميع. يعني هما كيوصوكم تيقول لكم حافظوا على الماء، لقاش لقد دق ناقوس الخطر جميع البيوت المغربيه، قله المياه. وهذه المساله هذه يلا هذا الخبر يخرج اليوم من وزاره التجهيز والمياه مع الوزير بالضبط بهذا الحال، ربما الوزير الاسم ديالو وزاره يعني بركه، الاسم ديالو بركه. فلهذا ما على الرسول الا البلاء. هذه اخر الاخبار اللي تقاس معكم اليوم اخوتي وخواتاتي. فلهذا ما عليكم الخوت غير البارطاج، قول لك على وسائل التواصل ذلك فضل ليس امرا. واخر وصيه على ان الناس دير دوك البرامل، انا عندي في الدار والله العظيم جميع البرامل ومعمر فيها الماء. هنا راه دخلنا مرحله غلاء الاسعار حتى في المياه، والماء غادي قلال. فلهذا دير الاحتياط ديالك لعل وعسى تستفد منه مستقبلا. هذه هي اخر المعطيات خوتي وخواتاتي، شكرا جزيلا للمتابعه، احبكم في الله، بارطاج لايك على وصل نطاق ذلك فضل وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والله يدير شي تاويل ديال الخير. شكرا جزيلا.